السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله راح نشوفوا الطريقة اللي نحضروا بها طاجين الزيتون لأكثر من 200 شخص. بالنسبة للمقادير راح نحتاج اللحم، عندنا حوالي 3 كيلوغرام من البصل اللي يكون مقطع رقيق، عندنا أيضا حبات من الليمون، القليل من عيدان القرفة، ونحتاج أيضا حوالي رطل من السمن. عندنا حوالي أيضا 7 كيلوغرام من الزيتون الأخضر اللي يكون بدون نواة، ونحتاج أيضا حوالي ملعقة كبيرة من الثوم. عندنا أيضا قرفة ملحية والقليل من الفلفل الأسود، ونحتاج أيضا القليل من الجزر. عندنا أيضا المعدنوس أو البقدونس اللي لازم يكون حاضر في هذه الوصفة، ورح نحتاج أيضا إلى الفطر المعلب حوالي علبة تاع 2 كيلوغرام. نجوز الآن نشوفوا طريقة التحضير. رح نبدأ الآن على بركة الله. نبدأ في الأول رح ندير كمية تاع الزيت، يعني نديروا كمية خفيفة فقط من الزيت، هكذا راهي كافية. وراح نضيف عليها أيضا كمية من السمن، ونفس الكمية اللي عملتها هنا راح نزيدها أيضا في القدر الثاني. نديروا أيضا كمية من الزيت، نضيف أيضا السمن، الآن حنضيف العيدان تاع القرفة هكذا، نخلطوا هكذا القدر تاعنا، ونخلوا القرفة تاعنا حتى تطلق النكهة تاعها مع الزيت والسمن. راح نضيف الآن الكمية تاع اللحم، راح نضيفوا الآن الكمية تاع البصل. هنا عندي حوالي 6 كيلوغرام من البصل، يعني حندير حوالي كيلو ورطل لهنا، وأيضا كيلو ورطل في القدر الثاني. راح نضيف كمية من الفلفل الأسود. بالنسبة لكي اللي يحب يضيف فلفل أبيض، ملاحظة فقط أنه الذوق تاع الفلفل الأسود مشي هو نفسه، يعني الذوق تاع الفلفل الأبيض إذا خدمته بالفلفل الأبيض ما راحش يعطيكم نفس الذوق. واللي يحب يعني ما يلقاش الفلفل الأسود في المرقة البيضة نتاعو، يخلي الفلفل الأسود يعني يحب ويديروه في كومبريس، يربطوه ويرموه لداخل في القدرة. كما نعرفوا كامل أنه طاجين الزيتون كاين زوج أنواع، كاين المرقة البيضاء وكاين أيضا المرقة الحمراء. إحنا اليوم إن شاء الله راح نخدموه بالمرقة البيضاء. راح نضيف كمية خفيفة فقط من القرفة، يعني ما نكثرش القرفة بزاف، ما تخافوش يعني المرقة تاعكم ما راحش تجيك أحلى. نضيفوا أيضا كمية من المعدنوس، راح نضيف أيضا الليمون أو القارص، يعني كيما راكم تلاحظوا كل واحد والطريقة تاعو تاع الطبخ في الأعراس. المهم النتيجة أنه الناس لما ياكلوا الماكلة تاعكم في الأعراس لازم تكون بنينة، وهذه أهم حاجة. لكن طرق التحضير كل واحد والطريقة تاعو، ومشي معناها مثلا أنا خدمت بهذه الطريقة معناها الطريقة تاع الآخر راهي غلط، ولا العكس أنه الطريقة تاعي راهي خطأ. كل واحد والطريقة تاعو، لكن المهم أنه تكون النتيجة بنينة بزاف. وراح نضيفوا أيضا كمية خفيفة فقط من الثوم، يعني ما نكثرش بزاف الثوم، هكذا راه كافي. راح نخلط شوية القدرة تاعنا هكذا. وهنا راني استعملت انا لحم الغنم، يعني تقدروا تستعملوا لحم البقري او تستعملوا الدجاج، كل واحد والمقدور تاعو. راح نضيف الان الكميه تاع الملح. بالنسبه للكميه تاع الملح يعني ما نقدروش نحدوها، خاصه في طاجين الزيتون ماذا بكم ما تكثروش في الاول الملح هكذا. راح نغطي الان على القدور تاعنا هكذا، وراح نخلوهم يتقلوا على نار قليله حوالي نصف ساعه او 45 دقيقه. هنا اللحم تاعنا راه تقلى مليح، وكما راكم تلاحظوا يعني البصل راه ذبال تماما، لازم تخلوا القدره تاعكم تتقلى. يعني في العرس ما كاش كيفاه نقولوا ما عندناش الوقت بهالقدره تتقلى، لازم تخلوها تتقلى مليح. يعني لاحظوا العصاره تاع اللحم اللي خرجت بلا ما نضيف الماء، لاحظوا. راح نبدا الان نمرقوا في القدره تاعنا. من المستحسن انكم تمرقوها بالماء السخون. نخلطوها الان، راح نغطوها ونخلو اللحم تاعنا حتى يطيب. ها
هنا اللحم تاعنا راه دخلوا طياب، قالوا حوالي 15 دقيقه فقط، يعني ما بقالوش بزاف. انا الان راح نصفيه ونديره في قدر وراح نحطه جانبا، يعني كي نصفوا اللحم تاعنا نحطوه جانبا راح يساعدنا بزاف في وقت التقديم، يعني تكونوا سريعين في العمليه. راح نصفي ان شاء الله اللحم ونرجع لكم. بعد نصفوا اللحم تاعنا دائما نضيفوا له شويه تاع مرقه، يعني باش اللحم تاعنا ما ينشفناش. هكذا نغطوا اللحم تاعنا كامل مليح كيس بلاستيكي، بالنسبه للكيس البلاستيكي هذا غذائي. تغطوا هكذا اللحم تاعكم مليح وزيدوا تغطوه ثاني بالغطاء تاع القدر تاعكم وتحطوه جانبا. بهذه الطريقه هكذا اللحم تاعكم ما راحش ينشف، يعني ما راحش يضربوا الهواء، اللحم ما ينشفش وايضا ما راحش يكحل. وكي تحبوا تسخنوا اللحم يعني ديروه على نار قليله فوق النار وتخلوه هكذا بالاكياس تاعو نار قليله فقط، كي تلقاوه يعني بدا يطرى تعاودوا تطفوا عليه. هذا ما كان. هنا بعد اللي صفينا اللحم تاعنا من زوج قدور راني عملته كامل في قدره واحده وراح نضيف له الكميه تاع الجزر. بالنسبه للكميه تاع الجزر اذا حبيتوا يعني تضعفوا الكميه تقدروا تضعفوا الكميه، لكن انا عندي كميه كبيره تاع الزيتون ما حبيتش نستعمل بزاف الجزر. هذه الكميه حتكون كافيه. راح نخلي الان الجزر تاعنا يطيب. لاحظوا معنا لكن ما تخلوهاش طيب حتى تولي تفتت، يعني خلوها تكون صحيحه. هذاك الوقت نكون غليت الزيتون يعني مرتين، يعني نغلوه ونصفوه ونديروا معاه القارص، يعني نديروا الماء والقارص نحطوا الزيتون تاعنا يغلي، من بعد نصفوه نعاودوا نشلوه بالماء بارد ونزيدوا نغلوه المره الثانيه ايضا مع القارص. راح ندير الكميه تاع الزيتون كامل الكميه هذه. كي تلقاو القدره تاعكم غلات هكذا الان راح نضيف لكم من احد اسرار طاجين زيتون المرقه بيضاء، راح نضيف لها قشور الليمون، عملوا حوالي زوج حبات لهمة. راح نضيف ايضا كمية من المعدنوس هكذا. هنا كنا عملنا كورية تاع اللحم، راح نطيبوهم فقط يعني بالمرق تاع الزيتون. نديروهم المرقة، لكن المرقة تاعكم لازم تكون سخونة. اذا كانت المرقة تاعكم شوية باردة ولا النار كانت قليلة بزاف يعني الكوريات تاع اللحم راح ينفتحوا. مرة اخرى ان شاء الله راح نوريكم كيف نخدموا الكوريات، لانه اليوم ما كفانيش الوقت، يعني باش نصور الطريقة اللي حضرنا بها الكوريات. هكذا دائما نحكموا القدرة تاعنا هكذا من اليدين ونقوموا بهذه العملية هكذا. نعاود نغطيها ونخلو الكوريات تاعنا يطيب. بالنسبة للفطر هنا عملنا كمية قليلة فقط من الزبدة، نزيدوا معها كمية خفيفة من الثوم، يعني ما نكثروش بزاف، هكذا راهي كافية. نقلبوا مباشرة الحاجة في الماء هكذا. نزيدوا من القليل فقط من الثوم الأسود هكذا. ونديروا أيضا كمية من المعدنوس. نقلب فيهم هكذا حوالي 10 دقائق فقط. راح نشف كامل من الماء تاعو. الان راح نضيفوه طاجين الزيتون. راح نضيف الان الفطر نتاعنا هكذا. يعني بالنسبه للشامبينيون هذه حاجه اضافيه اللي حاب يضيفها فقط. في الاخر كامل راح نضيف رشه هكذا تاع معدنوس. راح تكون كافيه. لاحظوا معنا هذو الكوريات لما طابوا كما راكم تلاحظوا. يعني شوفوا الكوريات تاعكم كيفاش يكونوا يبقوا هكذا صحاح. وايضا المرق تاعنا، بالنسبه للمرق تاعنا هنا الان راح نطفي عليه. المرق اللي راه فيه راه كافيني انا، يعني ماش نستعمل المرق بزاف. انتم اذا حبيتوا تضعفوا الكميه تاع المرق تاعكم تقدروا تضيفوا شويه تاع الماء وتثقلوا المرق تاعكم، تقدروا تثقلوه بالفارينه او بالمايزينا او بصفار البيض، يعني كل الطرق متاحه وكلها مسموحه، لكن الكميه اللي تلعب دور. مثلا اذا ثقلتوا يعني المرق تاعكم بالفارينه ما تستعملوش كميه كبيره حتى يبدا يعني طاجين الزيتون تاعكم ثقيل وفي نفس الوقت يولي يبان انه فيه العجين. ونفس الشيء بالنسبه للمايزينا او نشاء الذره. اما فيما يخص يعني صفار البيض بالنسبه لي احسن طريقه تستعملوا حوالي 10 او 15 صفار بيض، تستعملوا معها عصير الليمون تاع 3 حبات او 4، تخلطوهم مليح تضيفوهم الطاجين الزيتون تاعكم وتطفوا النار مباشره، يعني راح تثقل لكم المرق تاعكم وفي نفس الوقت ايضا راح يمد لكم ذوق رائع للطاجين الزيتون تاعكم. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها في افراحكم. والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.